تم استيراد شاحنة قمح على مستوى ولاية وهران، دونك في ميناء ولاية وهران، كانت بمحمول حوالي 27,000 طن من قمح لين من مصدر فرنسي. إذن في وأثناء مرحلة تفريغ هذه الحمولة، دونك تفريغ الحمولة الأولى والتي كانت موجهة لمخازن تعاونية الحبوب على مستوى بعض الولايات وخاصة ولاية الغرب، اتضح على مستوى ولاية سعيدة هذا في يوم 10 جوان، اتضح على مستوى سعيدة باللي كيفره المحمول هذا القمح هذا ظهر كانت جثة حيوان اللي خرجت من الشاحنة هذه. الإجراءات اللي خديناها فورا، إذن سواء على مستوى التعاونية اللي درنا سوسيلي دابور هذه الكمية هذه اللي تتجاوز 600 طن، وخدينا الإجراءات مع كل المعنيين المختصين سواء كانوا على مصالح التجارة أو مصالح مراقبة الصحة النباتية، بالإضافة إلى مراقبي الديوان الوطني للحبوب حتى مع أسلاك الأمن.